لكم دور أمير التاج. أهلا وسهلا، أنا أمير التاج، وثاج هي مدينتي التي عرفت بثرائها وازدهارها الاقتصادي. مدينتي تقع في المنطقة الشرقية على مسافة 80 كيلومتر غرب ميناء الجبال القديم. كانت مدينتي حدائق غناء تنتشر بها المزارع. إذا امتازت المدينة وفرت المياه الجوفية. قد تتساءل أو تتساءلوا عن سبب اختيارنا هذه المنطقة من الصحراء القاحلة لنبني مدينتنا. هي إن توفر المياه في موقع مدينة تاج ساعدها لتكون من أهم المحطات القديمة، وكنا نسمي هذا الطريق طريق الكنهر. لقد أصبت بمرض في طفولتي وتوفيت قبل أن أبلغ 16 من عمري، حيث عملت نساء المدينة على تزيينني، وضعوني على سرير مصنوع من البرونز، وأيضا لديه 4 أرجل على شكل نساء بزي إغريقي، وهذا القناع المصنوع من الذهب على وجهي، وعلى يدي اليمنى كفا من الذهب، وهذه القلادة المصنوعة من الذهب ومن الحجارة الكريمة، وقلادة أخرى بنفس التفاصيل ولكن نحت عليها صورة وجهي. أما الآن هي في المتحف الوطني، ويمكنكم جميعا زيارتها والتعرف على حضارتي وحضارة أجدادي.